وان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبه فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الاكمه ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمه السوداء تدع من الاكمه عشره اذرع او نحوها ثم تصلي مستقبل الفردتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة